وبمناسبة اختتام الشهر المريمي، أحيت رعية القديس جورج الشهيد للاتين في إربد قداساً احتفالياً بهذه المناسبة. ترأسه قدس الأب فراس عريضة كاهن الرعية بحضور راهبات الوردية وجمع من أبناء الرعية. وفي عظته قال الأب عريضة: لقد تعلمنا من أمنا العذراء دروساً لأن نكون على ثقة أكثر وإيمان أكبر بكلمة ربنا ومشيئته، مذكراً بأن كل شخص قادر أن يهب الآخر خدمة مجانية وهي خدمة المحبة. وقبل الختام قدم الأب فراس هدايا من أبناء الرعية للراهبات بمناسبة مرور 75 عاماً على خدمتهن في الوردية. بعدها توجه الجميع لساحة الكنيسة حاملين تمثال السيدة العذراء للدورة الاحتفالية.